يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله. المنظر اللي تشوفونه قدامكم هذا يعني مو كائن فضائي ولا هو لوحة فنية، هذا كرشة خروف نظفناها بمنتهى العناية وطبخناها إلى أن صارت في هذه النتيجة. خلكم معاي بالفيديو ونشوف مع بعض شلون سوينا هالكرشة. بدينا في هذه الكرشة طبعا مغسولة من القصاب غسيل الأولي، لكن لها غسيل ثاني هذا داخل في البيت لازم نغسلها، لأنه لو تقلبها الحين كذي قلب راح تلاقي فضلات وكذي وهالأشياء هذه لازم يعني ننظفها بمراحل وايد. طبعا يمكن تشوفوني باليوتيوب الحين، اليوتيوب متروس شلون تنظف الكرشة، لكن واخروا عن اللي يقول لك احط مادة، حط في ناس يحطون دواء ومش عارف ايش وما ادري. انا تنظيف بالايد بعناية طلعت معاي ممتازة ولا فيها ريحة. خلاصة القول الحين في حطيت انا بالانستغرام كذي ريل صغير، فمن التعليقات في وحدة طبعا اعرفها شخصيا يعني قالت لي هديتوا الخروف كله ورحتوا للكرشة؟ لا يا اختي، احنا تصرفنا بالخروف كله وبنوريكم شلون نسوي من الكرشة تحفة فنية. بعد ما غسلتها انا بالايد كذي تطاولت بيدي الشيء اللي انا اشوفه اللي هو الزوائد اللي من داخل الكرشة، الحين نبدأ نروح على تحت الماي. الفقرة هذه تحت الماي هم يطلع معاي أنا شيء، وحين بتشوفونه وياي ينسلت يعني في مكان كذي لونه غريب اللي هو نتيجة الفضلات، فلما تسلته ينسلت وياك وينظف. وما خلصنا يعني الحين بالسكين، بعد بالسكين أيضا يعني نظف على راحتك، بس بالأخير تأخذ شيء يعني جودة فاخرة. يعني المنظر اللي شفتوه في البداية هذا هو اللي يعطيكم طعم جميل للغاية تحت الماي وبالسكين، ونستمر وراح يكون معنا بعدين مرحلة ثالثة. شوي وانا اسلت كذي يطلع وياي، الحين خلاص بنوديها على مرحلة ثالثة، والمرحلة هذه طبعا كلكم تعرفونها بس لازم اوريكم كل شيء. انا الحين بنجيب كم ليمونة بنعصرهم ونفركهم بالكرشة بعد، وطبعا لما ناكل الكرشة ما فيها طعم ليمون ولا قشر ليمون، هذا بس مجرد لإخراج الرائحة الكريهة اللي قاعدة بالكرشة من زمان. وهذا هو مثل ما انتم تشوفون الطبخة، يمكن الغسيل أخذ مني ساعة، الطبخ أخذ مني 3 ساعات، والخياط والحشوة قول نص ساعة ما يخالف، لأن مو أنا اللي خيطت، اللي خيطت زوجتي لأن هي شاطرة بالخياطة أيام المدرسة علموها. فنستمر ندعك الليمون وقشرته في الكرشة، ولما نخلص منها كذي نقطها هي ويا العصير اللي وياها ونبدأ نجهز الحشوة. الحشوة بسيطة جدا، وكل ما كنت بسيط كل ما يطلع وياك نتيجة أحسن. دائما يقولون less is more، يعني تحط شوية يعطيك نتيجة قوية، تحط وايد تبهدل الدنيا. حطينا ثوم وزنجبيل قصصناه ولميناه مع بعض، والعيش هذا عيش تايلندي حبة قصيرة ولكن فيه طعم طيب، فيه طعم فعلا طيب. غسلت عن النشا اللي برا فيه، ما نبي يصير نشا زايد، غسلناه تحت ماء جاري ما يجري، بس انا اختصرت لكم طبعا تقريبا شطفته 3 مرات، والحين هذا هو. يا سلام عليك، هذه طبعا الكمية 2 كوب، زاد منهم نتفة، زاد منهم شوية، حتى طبخته بالجدر عشان اتأكد من الطعم النهائي. طبخته بروحه بدون الكرشة، بعد لذيذ ولكن مع الكرشة كان وايد ألذ، وايد جدا جدا ألذ.
هني هذا صحن لحم مفروم خدته من القصاب مع هذا، اذا شفتوا الطرف هذا ترى الطير طاير عليه ومقرم مقرم يبي يوصل اللحم ما قدر. حطينا على البهارات الحين اللحم 330 جرام، كزبرة بودرة، كمون بودرة، بابريكا هذه بابريكا باردة، وبعدين هذا الفلفل الحار كلهم مع بعض. هذا فلفل أسود على عدالة ويعطي نتيجة جميلة وبهار حلو على عدالة. وهذا هو كل شيء، ناقصنا الملح، بعد شوي أحط الملح. أهم شيء نخلط زين وتجانس، والكمية هذه معقولة على كرشة واحدة، كوبين و330 جرام لحم والبهارات هذه. الحين أنا حق الكرشة، الكرشة لازم نقصها بطريقة عساس إذا خيطناها لازم تكون يعني تعطيك أشكال متساوية على الأقل، ما تصير ففي جزء من الكرشة أكيد أكيد راح يكون شكله غريب، لكن بالنهاية الطعام لذيذ، كلهم لذيذين. هذا القصة الأولى، لقينا مكان حق جيب، والحين القصة الثانية راح ألاقي جيب مفتوح من الصوبين نفس كذي، صوب السكين والصوب الثاني، هذا راح يتخيط من صوب والصوب الثاني نحشي منه. وهذا هو، وراح أختصر لكم العملية ونقول قصيناهم كلهم. الحين يجي دور أم خليفة الله يطول عمره ويحفظها، على السريع قصت شو اسمه لبقتهم وخيطت، ودام ان ايدي فاضية اهم انا لازم اتحرك وياها بالكاميرا بهالطريقة، واختصرت لكم طبعا الطريقة. انا الخياط ما افهم فيه مولية، لذلك اي شيء يحتاج اخيط، دياي، اسمجة، كرشة، اي شيء اخيطه اصرخ ام خليفة تعالي تيجي وتساعدني، ما تقول لا. خلاص الحين عقب ما خلصت هذه الجيوب استوت، واخاف ان الفيديو عليكم طويل، ترى انا لازم اشرح حريص. الجيوب استوت فالحين حشوتنا بعد مرتاحة، وهني لازم اعبي الجيب الواحد نص الكمية، لان احسب حساب العيش لما يستوي راح ينتفخ ينفش، فراح تصير اذا حطينا زيادة العيش مهما طبخت يكون ما يستوي، فانت تعطيه مجال انه يعني ينتفش او ينتفخ او يطبخ ويستوي حده حده، لا هو حب ني وفي نفس الوقت مو مريس. فهذا قياس نظري، ما اعرف اقول لكم الا خلوها نص الكمية. حبينا الجيوب كذي بهالطريقة، والحين ترى كل هالشرح اللي قلت لكم احنا للحين ما طبخنا، تخيلوا ما طبخنا، لان تنظيف الكرشة يعني تشكيلها جيوب وكذي وهو اطول، يعني مو اطول، هو اكثر شيء يبي له شرح. والطبخ مالها هو بس بنقطها بالجدر وتطبخ ننساها، عاد هي نستريحنا نقعد نسولف نقضي شغلة ثانية، تبي لها ثلاث ساعات بالجدر. هذا أنا قصيت الحين السلري، هذا طبعا بقطه داخل الماي لأنه مطيبات، ولكن ما كان المفروض أني أقص بصل وأحط الحين، لأن كان في حركة أسويها من زمان أنا، ليت أطبخ الكرشة أول شيء، هذا نوع بعد من التنظيف، أطبخها بماي مجرد ما يغلي الماي أكبه. ولكن هنا أنا حطيت سلري وبصل وحطيت البهارات الصحيحة، فبعدين أنا بكب ليش حطيت ما أدري، إيدي خذت كذي. خلاصة القول إني أنا الحين حطيت البهارات وكل شيء، ولكن في بالي إن أنا أكب الماي أصلاً، حتى الجدر أغسله عقب ما أكب الماي، لأن في زبابيد هذه غير مرغوبة، مو مثل مشبوس اللحم ديش مرغوبة، لأن ما فيها على قولة الفوبيا ما تزفرها، لا ما عندنا فوبيا، ولكن هذه بالبداية أول طوش بطلع زبابيد غير مرغوب فيها غير المشبوس اللحم، لا يختلط عليكم الأمر.
انا دائما اقول ما الشيء الفريش ما فيه اللي يسمونه الزفره، اي شيء فريش ما فيه زفره، حتى الكرشه هذه انا ما اعتبرها فيها زفره، ولكن فيها نوع من نطرد بقايا، اذا في بقايا من الريحه الكريهه اللي من الاحشاء تطلع، هذا بالمؤكد. الحين انا كذي شلت الجدر، غسلته، رديته نظيف، في هالحاله انا اقدر اطبخ وانا مطمن. حطينا ماء جديد، وهذا ماء جديد، بعدين البهارات مره ثانيه نفسها، ورق غار، فلفل اسود، مسمار شويه لا تكثرون، وما حطيت دارسين ثاني لانه ما طبخ، فبستعمل نفس العود اللي شلته توني. والحين بتشوفون ان شاء الله مع بعض، راح نشوف انه عقب ما نحطهم راح اخذ العود الدارسين وانزله، لانه ما طبخ، ما صار في شيء. هني اعطيتها ساعتين ونص او ثلاث ساعات، ولكن تذكرت الملح، قلت بحط وبعد بحط، وبعد اللي يقول لي انت تحط ملح وايد، هذا عشانك، يلا حق اللي يقول انت تحط ملح وايد، هي طلعت ما فيها ملح زايد، فيها شيء معتدل جميل جدا. خلاصة القول الحين هذا بعد ساعتين ونص او ثلاث نسيت، بس هي حسيت فيها، لمست الكرشة لقيتها مستوية وخلاص، ساعتين ونص او ثلاث، فاعتقد انه يعني نعطيها ثلاث ترى ما تخترب، مو شرط الوقت. طلعناهم كذي واستوت الكرشة بهالطريقة، والماي طبعا مثل ما تشوفونه نقص. فالحين كذي حركة، يعني كنا شغل مخرجين مال قبل، يلا عطنا كاميرا، ايوة كذي، ونطفي الشولة وننتقل الى العرض. عاد بالعرض الحين مو شغلي، راح تشرح لكم اياه الموسيقى.